اليوم العالمي لهشاشة العظام الذي يصادف 20 أكتوبر من كل عام يمثل فرصة مثالية لزيادة وعي أفراد المجتمع بأعراض هشاشة العظام وأسبابها وطرق الوقاية والتشخيص والعلاج، خصوصا بعد سن 50، بالإضافة إلى دور التغذية الصحية والنشاط البدني على صحة العظام. منظمة الصحة العالمية صنفت هشاشة العظام بالمرض الصامت ومن بين أكثر 10 أمراض انتشاراً في العالم، التي تصيب 30% من النساء و10% من الرجال بعد سن 50، ويؤدي إلى تدهور في كثافة وقوة العظام، ما يؤدي إلى الكسور والتي لها تأثير خطير وسلبي على جودة الحياة. وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات تعزز من خدماتها لمرضى هشاشة العظام من خلال خدمات صحية مبتكرة وبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية وفق المعايير العالمية ورفع الوعي حول الوقاية والتشخيص والعلاج من هذا المرض الصامت. وتوفر وزارة الصحة ووقاية المجتمع العيادات المتخصصة والكادر الطبي المؤهل والأدوية اللازمة لمرضى هشاشة العظام وإجراء الفحوصات التشخيصية والعلاجية لمراجعي العيادة وتقديم الاستشارات والإرشادات الطبية، كما تقوم بدور تثقيفي وتوعوي للمرضى، وذلك باتباع نمط غذائي صحي والحصول على كميات كافية من الكالسيوم وفيتامين دال، إلى جانب الامتناع عن التدخين والتقليل من استهلاك الكافيين والمشروبات الغازية، وبنفس الوقت تقديم الدعم للمرضى وأسرهم وإجراء التغييرات المناسبة على أنماط حياة المرضى لتمكينهم من أخذ زمام الأمور والسيطرة على حياتهم بشكل أفضل. We'll be right back.